السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا لاباس وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. خرجت من الدار، راني متوجهة للجامع للمسجد. نمشي نقرأ، عندي اليوم بالسبت والأربعاء عندنا دروس نقرأ في الجامع. قريت في الجامع، ديت محمد عاود اليوم السبت عنده يقرأ، حتى هو يقرأ في الجمعية، ديته يقرا في الجمعيه وانا مشيت للجامع، جايه غير قدام بعضهم بعض، جايه قريبه. المهم قريت في الجامع وكملت، من خرجت توجهت عند عماد، شريت لكم قيطونه، كاين بزاف اللي قالوا لي خدمي لنا كوفر ماطلا نتاع قيطونه بولا. وليت كي خرجت مشيت عند عماد، وليت خرجت ومشيت توجهت المحل نتاع القرافطين، توجهت الحي للشارع نتاع حي القاضي. عندنا المحلات تاع القرافطين وجلالب في الباطوار، كاين بزاف اللي يعرفوا الباطوار يمشيوا الباطوار بزاف، لكن كاين حتى في حي القاضي. المهم درت لكم جوله في المحل نتاع القرافطين، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. الا احتاجيتو كان حاجه نحط لكم الرقم نتاع الهاتف تاع مول المحل. هنا راني في المحل نتاع القرافطين، هاي قلت لكم جاي في حي القاضي. هادو هنا، هادو جلالب، لكن منا القرافطة. ها هما القرافطة نتاوعنا، القرافطة نتاوعنا ما شاء الله روعة. تبغيو تشريو، تبغيو أي حاجة، اتصلوا بمول المحل وتفاهموا معاه. قرافطن ما شاء الله، الخياطة مخيطين بالحر، كلش مخيطين بالحر. حتى جلالب شابين، هما جلالب هنا، جلالب روعة. المهم نخليكم مع هذه الجولة، ان شاء الله تعجبكم، ومع السلامة، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.